نسيتي أمك الأسعد يوم ما جالك ازاي ده وخدك في حضنه من لهفته وحب لوكي جري في الشارع بيكي ونسي ان عنده عربية وشاور لتاكسي. انت عارفة كويس اوي ان انا كنت رافض جوازك من شريف وما وافقتش الا لما ألحوا عليا.
سيدي يمكن اسعد اللي كنت بتقوم كل يوم الصبح تجري عليه في السرير عشان تبوسيه من خده عشان يشوف اجمل ابتسامه. كل ده حصل يا قمر وزياده كمان. انت فعلا ابويا اللي رباني وحبيته زي ما حبني واكتر، بس للاسف حضرتك بقيت ايه دلوقتي؟ انا زي ما انا، بس يعني في شويه مشاكل في الشغل واكيد هتنتهي. واللي يحب بنته ويخاف عليها يدخل جوزها السجن؟ شريف ده كلب مسعور دخل في وسطنا عشان ياخد حته لحمه، انا اديت له حته لحمه بس مسمومه، دخل جوانا عشان يسرقنا وينصب علينا وانا ما اديتلوش الفرصه دي. ازاي اتعامل معاه بضمير؟ المفروض تلوموا نفسكم مش تلومون انا. ولقاء هي كمان كانت جايه تنصب علينا وتسرقنا؟ انا مش متصوره انت ازاي وافقت على محاوله قتلها. انتوا فاهميني غلط وظالميني، وزي ما سمعتيهم اسمعيني انا كمان، بس الاول اديني الورق. ما اقدرش. يعني انت موافقه ان انا اخش السجن وشريف لا؟ شريف ده خلاص ما بقاش يهمني خلاص. طيب مدام خلاص مش راضيه يا ليدي اديني المساندات. انا مش هديها لك ولا هرجعها له. بعدين دي لو كانت اساسا معايا، على فكره لو كانت معايا عمري ما هشيلها هنا. شريف بوظ تفكيري للاسف، انت كمان بقيتي بتفكري غلط. بقول لحضرتك المستندات دي لو كانت معايا هتروح للقاء بس. دايما سوا مع اجمل واروع الاغاني من اختياراتكم، ودايما في انتظاركم وفي انتظار مكالماتكم على تليفوناتنا 0900-973 وعلى المحمول 1515. يلا ناخد اول اتصال. هاي مين معايا؟ ياسمين المعادي. ازيك يا ياسمين؟ كويسه. الحمد لله. اخبار المعادي ايه؟ الحمد لله كويسه. اي عندك كام سنه يا ياسمين؟ 17 سنه. الله ده احلى سن في الدنيا. انا كمان عندي 17 بس ما تقوليش لحد. ياسمين لا مش بجد بس يعني شويه هزار كده، بتحبي تسمعي ايه معانا النهارده يا ياسمين؟ ارجوك اديني المستندات. مين ده؟ ده شريف. شريف ما يقدرش يحميني منك، ده رامي. انت بتعمل ايه هنا؟ ها؟ عايز منها ايه؟ جاي ازور بنتي، عندكم مانع؟ جاي تزور بنتك ولا تفتش بيتها؟ على فكره انتوا الاثنين مش فاهمين اي حاجه. لا فاهمين كويس قوي، الحراميه الكبار وقعوا مع الحراميه الصغيرين. واللي ما تعرفوش يا بابا ان شريف لعب في صفقه الدعامات ولا يروح فيها. انا مش لا 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 مستحيل. ايه ما كنتش تعرف؟ والله ما كنت اعرف. انا معقول اوافق على حاجه زي دي؟ لو ابني جراله حاجه هقتلك. يا شيخه تقتليني ايه وبتاع ايه؟ انت يعني هتحبيه اكتر مني؟ اه طبعا هحبه اكتر منك، انت ما بتحبش غير نفسك. وبعدين يا لقاء؟ اولاد وفير. خش لم هدومك، هاتي المستندات. لقاء لقاء المواقف كده متداخله، لازم تفصلي بين اللي بيعمله شريف مع رامي واللي بيعمله معايا عشان نعرف نتفاهم. رامي لازم يخرج منها سليم. انا هعمل كل اللي في وسعي. ولازم تتأكدي إن أنا حتى أنا لو أنا مش متأكدة منك خالص ولا بثق فيك ولا في وعودك. طب اديني فرصة يومين ثلاثة وقبل ما يحصل أي حاجة رسمي هتشوفي أسعد هيعمل إيه. روح اقفلي الباب ده بالمفتاح. امشي يلا. محدش هيخرج من هنا. اتفضل. ده ورق ملوش اي لازمه. الشريف كان بيضحك علينا ويجرينا ورا مي. يا ترى ده المستندات الحقيقيه لمين؟ رايح فين؟ رايح اجيب المستندات الحقيقيه. وانت يا رامي ما تخافش ما تخافش خالص، لو رست ان انا هخش السجن بدالك هيحصل. ده ابني مش لازم تتحمل اخطائي. عن اذنكم. شوف يا عم انا لا بتاع صحه ولا بتاع تموين، تعالى ننسى اللي انت قلته قبل كده ونعمل مع بعض صفحة جديدة ومحضر جديد. اللي تشوفه سعادتك. السمو والبلاوي السوداء اللي مسكوها عندك بتاعة مين؟ بتاعتي يا باشا. كده مش هنبقى أصحاب. أنا عايز أساعدك أعمل لك محضر خفيف يخلي المحامي يعرف يقول كلمتين يخرجك من الورطة اللي انت فيها. البلاوي دي جات لك منين وإيه اللي وصلها للمخازن والتلاجات بتاعتك؟ انت هتقعد تبحلق لي وتبص لي وتعمل لي فيها هبل؟ هتتكلم يعني هتتكلم، لا
تحب تتكلم بطريقتك ولا خليك تتكلم بطريقتي؟ يا استاذ عمر، لو سبت روحك للفكر هيوديك ويجيبك، ولا تعرف راسك من رجليك. كيف على روحك شاد عمي لا يجرى لك حاجه؟ مش باين ان انا حقرب من هنا يا جابر. امال انا اعمل ايه يا واد عمي؟ لان محكوم عليا في قضيه، وفي 15 قضيه تانيه اقل واحده فيها اتحكم عليها فيها مش اقل من تأبيده. جرى يا جماعه، احنا هنقضي كل الوقت كده في هم ومنكد ومبوزين ولا ايه؟ عمر محمد مصطفى يا فندم، جهز نفسك، التلفزيون هيصورك كمان نص ساعه. يعني انت بتنكر كل الاتهامات اللي توجهت ضدك يا فندم؟ الوقائع هي اللي بتنكر. انا قدمت اكتر من شكوى ضد البشبيشي، وياما حاولني للتحقيق، وبصراحه ده اللي خلاني اضطر اخد اجازه بدون مرتب عشان ابعد عنه. ده غير محاولات الفصل اللي انت حكيت لنا عنها من شويه. بالظبط يا فندم. بس اسمح لي يا عمر، حكايه ان في ضابط مزيف خلك تسجل وتصور دي حكايه ما تخشش العقل. ايوه حضرتك عندك حق، بس انا بعد اذنك هستعير جمله من اللي قالها المحامي بتاعي في النيابه. اللي عاوز يكذب لازم يالف قصه كويسه قوي عشان الناس تصدق. في دي عندك حق. يبقى ليه واحد زي في موقف صعب زي ده يخترع قصه زي دي ويطلب من الناس انها تصدقه؟ انا ما اقدرش اقول وجهه نظري الشخصيه، بس واضح ان في حاجه مش طبيعيه. يا فندم باختصار كده، الكبار لعبوا بيا انا والبشبش زي العرايس. يعني هو في جريمه محبوكه للدرجه دي؟ انا هقول لحضرتك، لما قبضوا عليا كان في تسجيلات وفلوس وسلاح عليهم كلهم بصماتي. بقى انا معقوله ابقى عامل الجريمه وقاعد جنب الحاجات دي كلها ومستني البوليس عشان يجي يقبض عليا؟ زمانهم دلوقتي بيضربوا بعض وبيقطعوا بعض على الورق. بس المهم رامي، لقاء روحها فيه، مش عايزين نزعلها. لا 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 ما تقلقش، هي في الاخر في الاخر كده هترسى على اسعد. بعد اللي حصل ده تلاقيه متوتر جدا ونسي غريب، ومش بعيد انهم يختلفوا ويقعوا مع بعض. يا سلام يا سلام على افكارك يا باشا، يا سلام شريف. والله والله ومالك عليا يمين، وناسس نفسه ما يعرف يفكر التفكير ده، انت عظيم. اسمعني بقى يا شريف عشان نفهم بعض كويس، اذا كنت هتشتغل معايا ونستمر مع بعض تنسى الاسطوانات دي خالص. عايز تجاملني تزود ارباحي، انما الكلام ده ما يلزمنيش. والله ولا يلزمني انا كمان، بس تعرف الشغل عمره ما مشي الا بالاسطوانات. ما علينا، المهم لازم نضربهم في مقتل، نخنقهم لحد ما يقعوا. صح، ونشتري منهم بتراب الفلوس. تراب الفلوس كتير، ببلاش، بتمن رمزي، ونبني احنا من اول وجديد وعلى نظافة. الله، اطمن يا باشا، ان شاء الله هتحط السوق كله في جيبك. بس ما تنساش حبيبك بقى، أنا سلمتك نفسي وسلمتك الحبل اللي هتخنقهم بيه. كل شيء بتمن يا شريف، ومتهيألي أنا بدفع كويس. جميل جميل الدفع، أنا أحب الدفع أوي، بس اللي أهم من الدفع الأمان. أنا عمري ما وعدت بحاجة ما أقدرش أنفذها، وبعدين بالعقل كده يعني، مادام أنا دفعت لك يبقى الورق هيظهر، ومادام هيظهر يبقى انت براء. حتة واد ما يسواش شلط ابيض بيلعب بينا احنا الاتنين. مش انت اللي جبته وسلمته الاداره كمان؟ نعم، انا اللي جيت في اخر الايام واحتضنته وبقى صاحبي. وباعني يا اخويا وباعك. الكارثه بقى ان الضربه اللي هتوقعنا بصحيح جايه من جوه مش من بره. الولد ده بقى اخطر علينا من لقاء. المهم ادى الورق لمين؟ على اللي حكيته لي انت مستحيل يكون معاه. ما يمكن سامي عنده فكرة. هو بقى على ميعاده قد ايه؟ لسه بدري، بس اذا كنت فاهم ان سامي ممكن يقول لنا اي حاجة تبقى غلطان. سامي طول عمره بيلعب لمصلحته وبس. امال عايز يقابلنا ليه؟ احنا مش خلاص فضينا الشركة وخد فلوسه؟ ربنا يستر.
عموما انا مش متفائل. شركة ايه اللي انت عايز تعملها معايا يا سامي؟ انت نسيت رجعت القناة ازاي ولا فكرك؟ ايوه بس الموقف دلوقتي اتغير يا سليم. مفيش حاجة اتغيرت يا حبيبي. يا حبيبي اسمعني بس. قول. لو فرضنا ان مجموعة الامبراطور دي اختفت من السوق. ما هو حصل. والدولة لا يمكن هتسمح لهم ان هم يرجعوا يستأنفوا نشاطهم تاني. ما تستهونش بغريبة واسعد. دول ممكن يدفعوا تعويضات والمدير بتاعهم يدخل السجن ويرجعوا يشتغلوا تاني بأي طريقة. وافرض هتمنحهم ازاي؟ بطريقتين. اولا شريف المدير بتاعهم ده ما يدخلش السجن. برضو ازاي؟ دي بقى ثانية. انا قبل ما انفصل عنهم وصف حساباتي معاهم عملت لهم ملف يودهم ورا الشمس، وحتى الحاجات اللي كانت ناقصاني لقيتها في الملف اللي عمله لهم شريف. فيها ايه الملفات دي؟ فيها المستندات اللي بتثبت ان المواد المحظوره اللي كانوا بيشتروها متعمدين، وان شريف كان بيتصرف باوامر مباشره من غريب شخصيا وبعديه اسعد. وفيها كل الاتصالات مع الشركات الاجنبيه، الفاكسات، التوصيه بعدم استيراد وشراء مواد غاليه فيها كل مواصفات الامان واستبدالها بمواد رخيصه بتسبب السرطان والفشل الكلوي، الفواتير الحقيقيه والمصادر الحقيقيه لكل اللي استوردوه. يعني باختصار هنثبت ان كل الاوراق والمستندات اللي قدموها للحكومه مزوره، وان اللي مكتوب فيها شيء واللي كان بيستخدم في مصانعهم ومزارعهم شيء تاني خالص. نوك اوت. ايوه بالضربه القاضيه وحياتك. بس ما تنساش ان اللقاء كمان نفسها في الملف. فكر في المكاسب اللي هنحققها يا سليم. فكر في لقاء، دي فرصه العمر بالنسبه لنا احنا الثلاثه. قبل ما افكر او ادرس الموضوع عندي شرط. شريف ما يشتغلش معانا، وانت ما يبقاش بينك وبينه اي علاقه. من غير ما تقول وحياتك، انا بس كنت بستغله عشان الاوراق اللي عنده، لكن ما دام هنشتغل على نظافه النوعيات دي ملهاش مكان بيننا. ولو وافقت انا هعين كل الكرو بمعرفتي وبنفسي واختار. موافق. اكتب كل الشروط اللي انت عايزها يا سليم وانا همضي لك عليها وانا مغمض. انا بثق فيك جدا ومستعد امضي لك على بياض لو حبيت. انا اسف يا دنيا، كنت مشغول اول يومين اللي فاتوا دول ودماغي ما بقتش رايق افكر في اي حاجه. مشغول ولا شاهد هي اللي شغلاك؟ انا وشاهد خلاص اتطلقنا. اه بالدرجات دي؟ زعلان قوي عشان طلقتها؟ انا ما بقتش فاهمك يا دنيا. الاول الغير عمتك وطفشتيني ورحت اتجوزت وطلبت الطلاق لمجرد ان انا ما رضيتش اسيب الفيلا، وكان عندي حق، ودوختيني ورا بنتي، ودلوقتي عايزه ترجعي لي. عاوزه ارجع لك بس عشان خاطر ذكرى. لكن لو عليا يا رامي انت عارف كويس قوي ايه اللي اتغير. انت زي ما انت وانا مفيش حاجه فيها اتغيرت. شوف يا رامي، انا ما اتغطش عليك. لو مش مقتنع باللي بقوله لك انت حر. اول حاجه لازم تبطلي الغيره. مش اي كلمه بيني وبينك تحس انك مظلومه لمجرد ان انا رامي اسعد وانت حد بسيط. ودي بقى اعتبرها شروط؟ لا، ضمانات. ضمانات ليا وليكي. يمكن الامور تهدى بينا عشان ما نكررش نفس الغلطه. وانت يا رامي تصرفاتك كلها كانت صح؟ ما غلطتش ولا غلطه؟ لا طبعا، ما فيش انسان ما بيغلطش. وبعدين انا ما قلتلكيش ان انا ملاك، بس انا صريح مع نفسي وعارف ايه اللي مش لازم اكرره تاني. صديقتي الغالية العزيزة لقاء فؤاد عندها عذر قهري، ولأنها بتحترم جمهورها وبتحب شغلها طلبت مني أني أقدم الحلقة دي بنيابة عنها. يا رب أكون خفيفة على قلبكم. نبتدي أول فقرة في برنامج الليلة.
وأهم فقرة في برنامج الليلة، تسجيل مع المتهم عمر محمد مصطفى المتهم بالرشوة والقتل. تعالوا نشوف عمر دافع عن نفسه وقال إيه. المعلومات اللي عندي بتقول إن شريف سلم الملف اللقاء، ومش بعيد إن اللقاء تكون بتدرسه دلوقتي عشان البرنامج، وبعد ساعات هتسلمه للشرطة. وانت عرفت منين؟ شريف اتصل بيا بالتليفون وطلب مبلغ كبير، قلت استدرجه عشان اخد منه الملف والم الموضوع. كشفني وقفل في وش السك. معناه ايه الكلام ده؟ يعني انا كمان لازم اسيب الفيلا واهرب؟ في ايه؟ انت هتعايرني بتلقح بالكلام؟ لما يبقى يحصل لك يبقى استخبى انت كمان. انا قلت اسعد وغريب اخواتي ولازم ابقى جنبهم في ظروف زي دي. لا والله فكرة خير. لو بتفكروا تبيعوا انا جاهز اشتري. نبيع؟ نبيع وان شاء الله. انت اللي هتشتري ولا ايه؟ ايه مالكوا استغربتوا ده ليه؟ انا طبعا اولى من الغريب. طبعا طبعا يا ابو سام، واحنا ديك الساعه احنا هنلاقي اعز منك عشان نبيع له. وطبعا انتوا اولى بالفلوس دي عشان لو حصل في الامور امور يعني يبقى معاكوا مبلغ تعرفوا تعيشوا بيه بره. بره في ايه؟ لا مش هنطلع بره مصر. بس اللي انا شايفه والمعلومات اللي عندي بتقول ان الموقف بالنسبه لكم دلوقتي. كمل كمل بس خليك في اللي انت جاي علشانه يا سامي. عموما لو عايز تشتري ممكن تقدم عرض محدد. 50 مليون. ايه 50 مليون؟ 50 مليون؟ مش حل لما كنت شاركنا في المجموعه وعارف قيمتها قد ايه؟ ده في الظروف العاديه يا اسعد، لكن دلوقتي وفي الظروف اللي احنا فيها دي مش هتلاقوا حد يدكوا اكتر من المبلغ ده ابدا. يا سامي حرام عليك، ده مهما كانت الظروف يا 50 مليون. صدقني يا غريب، هي دلوقتي ما تسويش اكتر من 40 مليون، بس انا قلت ادفع 50 عشان العيش والملح اللي بينا. طبعا هتخصم الفلوس اللي ليك عندنا بعد ما فضينا الشركة. دي اموال ناس يا اسعد يا اخوي، وياريت كان بإيدي أسيبها لكم وأنا كنت سبتها. يا سلام عليك يا سامي، طول عمرك طيب وصاحب واجب وفييس وجاي تدفع 50 مليون. إحنا مش هنبيع الشركة. يبقى هتخسروا كتير جدا، أنا شخصيا جاي عشان أساعدكم. مش شكرين قوي يا أخويا، إحنا أضرب مصلحتنا. أضرب إيه يا أسعد؟ ما بالراحة على الراجل الطيب ده، ده جاي يعمل فينا خير. وهيشتري حاجة ب40 هيدفع فيها 50. شفت كلام العقل؟ شفت كلام الناس اللي بتفهم؟ بقولك يا أبو سام، دينا فرصة يومين كده نقلب الموضوع ده أنا وأسعد، وهرد أنا عليك. أنا بقول يا ريت ترد عليا بكرة يا غريب، لأن محدش عارف باللحظة والتانية ممكن يحصل إيه يا أخوي. يبقى ليه واحد زي في موقف صعب زي ده يخترع قصة زي دي ويطلب الناس إنها تصدقه؟ أنا ما أقدرش أقول وجهة نظري الشخصية، بس واضح إن في حاجة مش طبيعية. يا فندم باختصار كده، الكبار لعبوا بيا أنا والبشبشي زي العرايس. يعني هو في جريمة محبوكة للدرجة دي؟ أنا هقول لحضرتك، لما قبضوا عليا كان في تسجيلات وفلوس وسلاح عليهم كلهم بصماتي. الكل بيقسم علينا يا صاحبي. وانت برضو متخيل ان احنا هنقدر نعدي منها؟ هنعدي يا راجل، واحنا صغيرين لازم نعدي. وبعدين اللي يصبر ينول، واللي يصبر اكتر هينول اكتر. ازاي بقى؟ هو شريف باع الورق لسامي يا اسعد. يا سلام، ايه المعلومات القوية دي؟ انا عارف يا سيدي، وعارف كمان انه عايز يكمل المشروع من غيرنا. تفتكر بقى سامي ممكن يدي الورق للقاء؟ أنا لو في مكانه مش هعمل غير كده، أو على الأقل كمان فوق البيعة يكسب سليم أو يضمن شريك بدلنا. في الحالة دي بقى أسعد مش لازم نقف نتفرج، دي اللحظة اللي لازم نرصدها. إمتى هيتم التسليم؟ بقول لك إيه غريب، من غير عنف. عنف إيه يا راجل؟ إحنا برضو بتوع عنف. دي الطارة دوارة والغلطة بخسارة. إحنا مش عاوزين حاجة غير الورق بتاعنا وبس. قول لي يا اسعد، انت معاك مفتاح شقه الزمالك؟ اتفضلي يا ستي، انا جيت لك حسب الميعاد اهو زي ما وعدتك. ايه ده بقى؟ افتحي وشوفي بنفسك. على فكره انا كنت هسلمه للبوليس،
بس قلت اجيبهولك انت الاول تستفيدي بيه في البرنامج وبعدين تسلميه للبوليس بنفسك والدنيا كلها تتكلم. انت خفت تسلمه للبوليس لحسن تروح في الرجلين. ما تدقيش على الحاجات الصغيره دي يا لقاء، المهم ان احنا نستفيد زي ما قلت لك. ايوه بس انا لسه قلبي بيقول لي في حاجه ابعد من كده بكتير. بقول لك ايه، لما تقابلي سليم ابقي اسالي عليا، هيشكر لك فيا جدا. فهمني يعني ايه الكلام ده؟ يا خبر بفلوس، بكره هيبقى ببلاش. بقول لك ايه، سيبيني بقى، اللي انا داخل على مشروع كبير جدا مش فاضي حتى اتنفس. بتودي الفلوس دي فين؟ وبعدين معاكي بقى يا لقاء. علي اتخطف؟ غريب هو اللي كلمني وقال لي ان هو اللي خطفه وبيهددني لازم اسلم الدوسيه. لقاء استني في بيتي ساعه واحده وعلي هيكون معاك. تجيب لي ابني باي طريقه، فاهم؟ عشان هنمشي من هنا تاني يا بابا. تاني وتالت وعاشر، في ايه؟ على فكره انا مش فاضل الدلع الماسخ بتاعك اليومين دول. ما احنا مش كل يوم نسيب مكان ونروح مكان وتقول لي دلع ماسخ. ابوكي في ازمه، انا في ازمه، وزي يا اختي ما كنت متنعبه في خيري طول عمرك وتطلبي نجوم السما تنزل لك، استعمليني الكام يوم دول. لا ماليش دعوه بقى، انا عايز ارجع الفيلا. جربت اقول لك ابوكي في خطر تقول لي ماليش دعوه عايز ارجع الفيلا؟ انت ناوي تشليني؟ في الحفظ والصون يا سعد، سيبينا لوحدينا دلوقتي. انت عملت ايه تاني يا بابا؟ بقول لك سيبينا لوحدينا، سيبينا لوحدينا، اجري. يلا يا بنت يلا، وانتوا استنونا بره. ابني فين يا غريب؟ ابنك في عناية يا سعد. ايه؟ ابنك في عناية؟ طب تصدق لو ابني مش هوصيهم عليه بالشكل ده. بتضحك عليا؟ تقول لي اديني المفتاح عشان اسرق الورق تخطف ابني؟ اخطف ايه يا راجل؟ بلاش الكلام الكبير ده. خطف ايه وبتاع ايه؟ انا واخد ابنك عشان ادلعه افسحه واروق له مزاجه كام يوم. ابنك عايش معزز مكرم ومبسوط اخر انبساط. طبعا الواد في بيت عمه، ومش انا برضو في مقام عمه ولا ايه؟ انت فاهمني واحد من اللي بتنصب عليهم ولا ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا. انا برضه نصاب يا اسعد، مسامحك. ما تخلينيش اقول عليا وعلى اعدائي. ابني عايزه ولو ما جاش انا ممكن دلوقتي. انت مش هتقدر تعمل حاجه يا اسعد. خلاص بطل بقى الغاغه اللي انت عاملها دي واسمعني كويس. مش هسمعك، وعايز ابني دلوقتي حالا. بلاش تسمع، افهم. ابنك الكارت الوحيد اللي فاضل في الليله، ابنك السلاح النووي، الرعب اللي محدش هيقدر عليه، لا لقاء ولا غير لقاء. انت فاهم ان انا ممكن اوافق ان ابني يستخدم في حاجه زي دي؟ وانت فاهم ان لقاء هيسلمنا الملف من غير ما نستخدمه؟ ايوه يا غريب، بس انت مش متصور ابني تبقى نفسيته ازاي دلوقتي. خلاص يا سيدي، نبقى نوديه لدكتور نفساني ونعالجه. هم 24 ساعه يعني، بكره هيبقى في حضنها. ال 24 ساعة ولا خمس دقايق، انا عايز ابني دلوقتي. ولو قلت لك لا؟ لو قلت لي لا يبقى بتخسر لي وبتضيع كل اللي بيننا. يعني ايه؟ عامل لي ملف انتراخر ولا هتروح تشهد ضدي وضد نفسك في النيابة؟ مش كده وبس يا غريب، ولو وصلت للقتل هقتلك. يا راجل اتكلم على قدك يا اسعد، بلاش الكلام الكبير قوي ده. قتل ايه وبتاع ايه؟ انت عارف كويس قوي ان انا لا يمكن حازم، زي ما انا عارف كويس قوي ان انت ما بتعرفش تذبح فرخه. وبعدين انت لا يمكن هتهون ناحيه النيابه الا يا عيني بقى اذا كنت مقبوض عليك. معلوماتك غلط يا غريب بيه،
ولو ما نزلتش معايا دلوقتي وسلمت لي ابني هشوف اسعد غير اللي تعرفه خالص. يا باشا كله تمام؟ طبعا ده صوت فقط. ايه يا غريب بيه، هتخلي البوديجارد بتوعك يكتفوني ولا ايه؟ خلوا اتنين مع الباشا لغايه ما نخلع احنا، وبعد كده يسيبوه يخلعوا. انت بقى فاهم ان انت كده حلتها؟ طب ما انا ممكن اعرف مكانك واجيب لك البوليس. عارف يا اسعد، لو بلغت البوليس او لو انا حسيت باي غدر، انا يا اخويا رايح رايح، عارف يعني ايه رايح رايح؟ فخلي المدام كده تعقل شويه، واحنا لما نتقابل انا وهي بكره هخلص الموضوع. ماشي يا غريب، بكره تعرف اني مش غلطان وهتيجي تبوس دماغي، بس انا برضو مش هزعل منك. على فكره يا اسعد، لو عاوز تبات هنا بات، البيت بيتك. حلو البرنامج ده صح؟ عملت ايه يا لخام؟ طبعا ما رضيتش اديلك الولد. مش هنشوف الولد قبل بكره عشان الملف، مش كده؟ لقائنا بيضحك عليا، انا بعد كل اللي خسرته وضحيت بيه خطف ابني. منتظر واحد خاين زي ده يعمل فيك ايه؟ انت ما تسواش عنده اي حاجه. انت كان معاك حق من الاول. جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ سامحيني يا لقاء، سامحوني يا اولاد. طب انا عاوز اعرف دلوقتي، احنا هنبلغ البوليس ولا لا؟ بوليس لا لا، بوليس لا. غريب لو حس بخطر ممكن يعمل اي تصرف مجنون. ده انا كنت هقتله. وكونوا فاهمين ان انا ما بلومش نفسي على اي حاجه وصلتنا للوضع ده. مش انت اللي تقتله، ده انا اللي اقتله. مفيش اي حاجه من اللي انت بتقولها. انا عايزه علي. ده علي، انت فاهم يعني ايه ده علي؟ اتصرف يا بابا، اعمل اي حاجه. هتصرف؟ ما تعملش حاجه، ابعد عن حياتنا خالص. انا اللي هتصرف، انا اللي هتصرف. خليك انت مرتاح يا استاذ، يا دكتور يا عظيم، خليك انت اللي مرتاح. الف مرحبا يا رامي بيه. طافلين الفيلا ولا ايه؟ قلنا فيها عشان توضيبات كده وتصليحات. يا شاهد ما بتجيش انا؟ الست شاهد انا شفتها امبارح في الليل وخرجت الصبح بدري، معرفش راحت فين. طب بقول لها ان انا جيت سالت عليها وخليها تفتح الموبايل. امرك يا باشا. الليله كل حاجه هتنتهي على خير. تونايت كله فينش على هير. وهشام ما حصلش. ليه الفال الوحش ده؟ هيحصل. وايه اللي يخليه ما يحصلش؟ المطعم بتاعي، كل اللي فيه تبعي، ورجالتي محوطه المكان من كل جهه. وساعه الخطر بقى المكان ليه بدل المخرج واحد واثنين وثلاثه. ولك هتيجي على عماها، ومحدش هيقدر يتابعها حتى لو كانوا مراقبينها بالقمر الصناعي. فيري جود قريب. لكن اذا محاوله فشلت والله بقى ساعتها هيبقى البركة فيك انت. ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني ان المصير بتاعي هيبقى في ايدك انت، وانت بقى اللي هتتصرف. Don't worry، انا عارف ازاي نهم الناس يشتغل معايا. تخرج بره مصر تعيش زي ملوك. قول يا خواجة جوني، انت بلدك ايه؟ انت ما شفت الباسبور بتاعي؟ يا عم سيبك من المكتوب في الباسبور ومن اللي انا شفته، انا بتكلم عن الاصل. مفيش دلوقتي حاجه اسمها بلد، مفيش دلوقتي حاجه اسمها جنسيه. امال في ايه دلوقتي؟ في كومباني، شركات الان بتحكم العالم. فلوسك هي بلدك. If doesn't succeed tell him and we'll find another one. الله، ايه يا جون انت متوشوش؟ تقول له ايه؟ تعال اقعد.
انتوا جوعتوا ولا ايه؟ هنطلب اكل دلوقتي. يعني خلاص كله تمام وهنبتدي الشغل؟ للاسف لا. لا لا ليه؟ ايه اللي اتغير؟ سليم هاشم مش عايزك، وانا ما اقدرش اخسره عشان خاطرك. متزعلش مني يا شريف، ده شغل. ياه، ده شغل؟ بعد ما خدت مني الورق واديتك فلوسك انا نصبت عليك؟ ماشي يا سامي بيه، متشكرين قوي يا سمسم. مساء الخير يا شريف بيه. ايه ده؟ مين دول؟ دول المباحث يا حبيبي. تحب تشوف كارنيهات؟ لا مفيش داعي. شريف بيه، يا ريت تقوم معانا بدون شوشره. كل ما كنت هادي كل ما عملناك كويس. هي دي الحمايه اللي انت وعدتني بيها؟ هو ده السجن اللي انا مش هدخله؟ بالنسبه لقضيه الامبراطور انا وعدتك وهنفذ، لكن بالنسبه لقضيه رامي ده ابن اختي حبيبي ولا يمكن اتخلى عنه. ماشي ماشي يا سامي، بس اوعدك بشرفي اني مسيبي هخرج لك من السجن، ولما هخرج هقرقشك بسناني. بتعقبل. شوف، اتفضل يا مباحث. عارفه لو عطرت فيها هرجع لك علي في ثانيه. ازاي يا رامي؟ ابدا، هجيبها واربطها في ادرون الفيلا. يا رجع علي يا اخويا يا عمره ما هشوف بنته. انت اكيد اتجننت، انت عاوز تودي نفسك في داهيه؟ شهد قالوا لي انك بتدور عليا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هقول لك كل حاجه في السجن. استنى يا رامي، اللي انت ناوي تعمله ده غلط. انت كنت ناوي على ايه يا رامي؟ هو مش ابوكي خطف علي؟ ما انا عارفه. لما انت عارفه جاي تعملي ايه هنا؟ جاي ادلكوا على مكانه. يلا. انتوا عايزين مني ايه؟ انا قلت كل حاجه في النيابه، يعني مفيش اي حاجه ضدي. ليه؟ الخبر ما وصلكيش ولا ايه؟ خبر؟ خبر ايه؟ ما تعرفيش ان اللحوم البايظة والهرمونات والمبيدات والسموم اللي كان مخزنها غريب بدران بعيد عن مصانعه ومزارعه اتمسكت؟ والله انا لسه كاتبه فيه تقرير زي الزفت في عينات التربه اللي جابها لنا من ارضه، يعني مفيش اي شبهه عليا. وبعدين ان شاء الله حتى تحولوا اوراق للمفتي، انا مالي؟ ما هي الحاجات اللي اتمسكت دي اللي انت برضه كاتبه عنها تقرير. يعني ايه؟ يعني اللحوم البايظة والفاسدة والمواد الضارة والخطر على صحة المجتمع، حضرتك كاتبه في التقرير انها سليمة. ايه؟ التقرير اللي صورها عمر وزميله اتقدمت للنيابه، يعني مفيش مجال للانكار. حضرة الضابط انا ماليش دعوه باي حاجه، البشبيشي هو اللي كان بيغصب عليا اني اعمل كده. انا عارف، وعارف كمان ان غريب بدران اتخلى عنك، ولو اتمسك بكره الصبح هيشهد ضدك. انا مستعده اقول على كل حاجه. كويس قوي، راس ابنك بين ايدينا. انا بقى مش هسيبك لوحدك، لازم اشوف علي بعناية. دول لو شافوك معايا يا رامي هتحصل مشكله وهتبوظ كل حاجه. طب انا جاي بعمل ايه معاكي بقى ان شاء الله؟ عشان اسلمهولك يا رامي.
لاني لا هقدر اوري وشي اللقاء ولا هقدر اروح اشهد على ابويا في القدس. خلاص كمل الاول، كان لازم يعني نلف وندور كل واحد فينا يلوي دراع التاني عشان نقعد القعده دي ونتفهم. ما بتفهمش مع مجرمين. ليه الغلط ده ازعل منك؟ الله يا رقاء، امال انت جايه ليه؟ تفتكر جايه ليه اشاهد جمالك؟ لا طبعا، جايه عشان الضنا غالي. بس انا يعني مش شايف ورق في ايديكي. وانا كمان مش شايفه ابني قاعد جنب. من هنا؟ من هنا؟ اهدى اهدى ست شهد، خير؟ ايه اللي جابك هنا؟ ابويا بيقول لكم في قلق جامد ولازم نغير مكان الواد. نغيره ازاي؟ اخرس انت. بس الباشا ما عملش بكده يا ست شهد. مش عارف يكلمكم في التليفون، التليفونات متراقبه. ايه عايزين انتوا واد ابويا في داهيه ولا ايه؟ اوعى كده، خليني اروح اشوف الواد. شهد الحقيني. ما تخافش ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. انا عايز ارجع لمامي. ما انا جايه اوديك عندها. مكانك كل مساحك. الواد ده مش هيخرج من هنا قبل ما الباشا يامر بنفسه. مكانك ولا حركه. الباشا بتاعك تحت ايدينا، لا هيلحق يامر ولا ينهي. خدوه. بس يا باشا برا. انا كنت جايه ارجعه لوالدته والله. انا عارف يا شهد، اقدر حسن تصرفك رغم ان المتهم ابوكي. هتيجي معايا نكمل المحضر وهتروحي على طول. يعني ايه؟ يعني انا هشهد على ابويا؟ وانا اضمن منين؟ مش جايز انت يا حلو عملتي نسخه من الورق اللي في الملف وهتسلميها للبوليس بمجرد ما تاخد ابنك؟ طب وما دام عارف كده كنت خطفته ليه؟ على كل حال انت لو فكرت تغدري بيا قولي على ابنك يا رحمن الرحيم. طب قوم خلصني بقى، اسلمك الورق وتديني علي. هو الورق معاكي؟ طبعا في العربيه، والعربيه في الجراج. لا ناصح. ايوه رامي. لا انا دلوقتي عندي اجتماع يا رامي. مشغول، هكلمك بعدين. يا حبيبي برضو رامي. مش مصدق. اتفضل. انا مالي اذا كان رامي ولا مش رامي. يلا بينا. قبل ما نقوم، مفيش حل لمشكلة عمر؟ عمر يا عمر يا عمر، ده بقى بالذات علشان يخرج لازم انا اروح واعترف ان كنت السبب في اللي حصل ده كله، واودي رجالتي في 60 ده. يعني مفيش امل ان احنا ننقذه خالص؟ يا ستي اعتبريه خسائر حرب زي الملايين اللي انت خسرتها لي. ده انا. ايوه انا اللي في التلفزيون ده. وفرحان انك انت في التلفزيون؟ فرحان؟ فرحان ده ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم حاجة. اهدى كده يا غريب بيه، انت بطل الحلقة الجاية. حلقة ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وازاي عرفت تصوريني في مطعمي؟ انا اسف جدا يا غريب بيه، مسكوني وضغطوا عليا، اضطريت اقول كل حاجة. يلا خدوهم على البوكس. بوكس؟ انت عارفة كده بتعملي ايه في ابنك؟ انا ابني في الحفظ والصون يا غريب. فاكر لما جيت لك المكتب قلت لك انا عايز رقبتك؟ اديني قطعتها. انا من غير رقبه. اسحب على المصمت. يا حبيبي هعمل لك كل اللي نفسك فيه، بس روح البيت. على فكره انا كنت عارفه انك ماشيه ورايا، وعشان كده رحت على ولا عشان ابعدك عنك. لكن اول ما سبتني بجد انهارت. للدرجه دي يا شهد؟ رامي انا بحبك قوي.
شان، انت اللي جبت لهم الولد غصب عني. والله يا بابا سامحني. عملت ليه كده؟ تبيع ابوكي ليه؟ عشان خاطر رامي طليقك؟ لا يا بابا، يا بابا انا كنت زهقت من العيشه اللي احنا عايشينها دي بقى، كان نفسي اعمل حاجه كويسه. وبعدين ذنبه ايه طفل زي ده يدفع ثمن الغلطات دي كلها؟ وابوكي، ابوكي ما صعبش عليكي. ربنا عالم باللي في قلبي، لكن ما كنتش اقدر اعمل غير كده. طيب يا شرب، مؤاخذة، اتفضل. خلي بالك من نفسك يا شرب، وعقلي بقى، عقلي عشان ابقى مطمن عليك طول ما انا في سويسرا، ارجوكي. يلا استاذ، اتفضل. بعد اذنك يا نسر، بعد اذنك. علي حبيبي، وحشتني وحشتني قوي. وحشتني قوي يا مامي. وانت كمان يا حبيبي. شهد هي اللي انقذتني بجد. طب قولي عملوا فيك ايه؟ ضربوك؟ عملوا فيك حاجه؟ اكلوك؟ شربوك؟ لا مرضوش يخلوني اشوفك يا مامي. ده عمره ما هيحصل تاني بحياتك، عمره ما هيحصل تاني يا حبيبي. علي بابي حبيب قلبي، وحشني وحشني قوي. انت كويس؟ انا كويس قوي يا بابي. راح فين يا بابا؟ ما خلاص عبد على شريف. شريف مش هيعترف بالسهوله اللي انت متخيلها. وبعدين انا كده كده داخل السجن مع جري، بس المفروض انا اللي اخش. عايزك تخلي بالك من اخوك ومن مراتك ومن مي. اما لقاء بقى مش عايزك تخلي بالك منها وبس، عاوزك تسمع كلامها. كويس انك شرفت. انا تحت امرك يا حضره الضابط. على فكره انا كمان عارف مين اللي عمل ضابط على عمر وقتل البشبيشي. فين شحت؟ مشيت. هي دي اللي تستاهلك. ما اتفرجتش فيها، اجري. هدا رجعت لي علي، اجري. يلا حبيبي نروح وقولي نفسك في ايه وانا اعمله لك. يلا نرتاح شويه. في شاب صغير عايز يقابلك. تسلمي. مين ده؟ مش عارفه الحقيقه اصله، ولا بيتكلم عربي ولا انجليزي، ما فهمتش منه غير كلمه سيرين. خليه يدخل. الو فاطمه. تيمور. معلش يا عمر اتاخرت عليك في الزياره، وانا اسفه كمان ان كان عندي ورق مهم جدا كان ممكن اثبت بيه براءتك، بس ما لحقتش. ليه؟ خطفوا علي. يعني ايه خطفوا علي؟ وجايه تعملي ايه هنا؟ اسمع بس مني كلمه. انا مش هسمع حاجه. اتفضلي بقى، اتفضلي روحي شوفي ابنك وما تجيليش هنا تاني خالص. وانا لو ابني كان لسه مخطوف ما كنتش جيت هنا خالص. ابني رجع ومستنيك في البيت. مستنيني في البيت؟ بجد؟ بجد. وبراءتك ظهرت. براءتي ظهرت يعني ايه؟ عرفوا ازاي ان انا بريء؟ انا هقول لك ازاي يا استاذ عمر، بس لازم الاول تشكر الضابط تامر. حنكوره؟ حنكوره ايه بقى؟
ده انا ايدي كانت حطير بسببك. انت عارف ان انا كنت بريء؟ ايوه طبعا. الف مبروك يا استاذ عمر. ما تنساش تبقى تيجي تزورني. الف الف مبروك يا زمر. ربنا يخليك يا جابر واشكرك، اشكرك على كل حاجه، وان شاء الله حاجه ازورك او نتقابل، بس مش هنا، بره. انا مش فاهمه ايه حكايه الاجراءات دي، مش براءته ظهرت خلاص؟ يا حبيبتي ياما استنيتي، ما خلاص هانت بقى. لا لا يا ماما، كان هيخرج النهارده معايا. يعني ما جاتش من ليله لقاء؟ ما هي الليله دي اطول ليله في حياتي. بريء. خلصوا الاجراءات في 24 ساعه عشان يكرموني. طب تعال الف، هفتح لك الباب. الف ايه؟ باب ايه؟ تعي لا. لا حاسب الله يخليك. ما تاخدنيش بقى. عملتيها يا لقاء؟ طبعا يا مالكة، انت ما كنتش مصدقني. حمار بتعملي ايه؟ حمار كبير جدا عايز اقول، وعمال تبعت لي تقول لي سليم روح اتجوزها، عامل لي دراما ليه؟ خلاص بقى سيبيني اقول الكلمتين اللي في نفسي. اتفضل. يا حبيبي تعالى.